السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير، ورجعنا وفلوق جديد ان شاء الله. فلوق اليوم عنوانه شلون تقدر تقنع اهلك تشتري الدراجة. طبعا بالبداية راح احكي الشغلات الاساسية اللي تحتاجها انت كشخص يريد يشتري الدراجة ويريد يقنع اهله، وراح احكي السلبيات والايجابيات. الشغلة الأولى اللي طبعا سمع الباقات تيم الشغلة المهمة بالمرتبة الأساسية، يعني أنا هيك أصنفها، إنه تتبع شخصيتك انت، هاي بالمرتبة الاولى. شلون يعني؟ سرعة تسألني شلون تتبع شخصيتي؟ يعني انت اليوم ما عندك شخصية وشخصيتك ضعيفة، ما راح تقدر تقنعهم باي شيء صراحة. يعني شلون اقدر اقنعهم؟ اولا لازم تبين لهم انه انت شخص مسؤول، زين، يعني كبير، تعرف تصرف، مسؤول عن تصرفاتك. هاي الشغلة الاولى يعني المهمة كلش. تعودهم على دراجة صغيرة، تبين لهم انه انت تعرف تسوق، شخص رزن، تعرف يعني تفاصيل الطريق. واكو نقطة انا نسيتها طبعا، انه اذا انت سايق سيارة، يعني يفضل ان يكون سايق الدراجة ان يكون سايق سيارة قبل، يعني تعرف قوانين الشارع، تعرف قوانين السيارات. ليش؟ لانه السيارة مو مثل سياقة الدراجة. يعني اليوم انت من تركب دراجه وانت سايق سياره، تعرف هذا الرون شقد، هذا الشارع العفو شقد تمشي به، هذا السايد وهذا السايد شنو يعني الشغلات الاساسيه اللي تمشي بيهن. هاي شغلات مهمه صراحه. يعني عمر ال 12 سنه ولحد 18 سنه صراحه اني شخصيا ما احفز اي شاب، او ما يعني ما ارضى اي شاب باعمار بهاي الاعمار انه يركب دراجه صراحه. يعني ليش؟ لانه الانسان يحتاج له وعي. هاي الفتره اللي هي فتره الشباب والطيش تصير ما منتبه بدرجه اساسيه على يعني ما تنتبه بدرجة أساسية على الشارع، على السياقة وشغلات اللي تخص الدراجة. طبعا اكو تفاصيل بالدراجة كلش هواي، هي مو بس سياقة، ترى مو بس حط غير واطلع، لا لا اكو شغلات تفاصيل. مثلا هاي اللوفة اذا اعطيت بها بنزين زيادة ايش راح يصير؟ ممكن انه يفرك عندك تاير، يمكن هواي تفاصيل يعني. زين صيانتها، هاي الامور انت كان المفروض ملم بيها كبايكر، يعني تفهمني شلون؟ فانت مو تروح وتجي قبل تشتري دراجة، ها والله انا سايق، لا لا مو هيك. لو هيك الموضوع كان كلها اشتريت، ترى بالمناسبة كان كلها صارت عدة دراجات واشتريت وفضل الموضوع. النقاط المهمة. بعد اكو نقطة، انه اليوم اللي اهله مرتبين وناس مثقفين شي اكيد ما راح يرضون انه تشتري دراجة. ليش؟ لانه هي خطرة صراحة، هي خطرة، يعني هي خطرة لدرجة انا ما انصح بيها. احيانا انا ما انصح بيها. هاي يا جماعة التعليق
شلونك؟ شو اخبارك؟ شيني؟ ورجعنا طبعا استوينا شفت رحمان بالطريق. قلنا هاي النقاط يعني المهمة، يعني قلت أنا الأب والأم ترى أقنعهم سهل، بس أنت مو تجيب لهم دراجة 600 قبل يعني وتخليهم أمام أمر الواقع، أكيد ما راح يرضون. يعني أنت تعرف الأهل يخافون على ولدهم، يمكن أنت ما تحس بيها لأن أنت ما عندك عائلة، بس الأهل دائما هم يخافون على ولدهم. لذلك أنت من تريد تشتري دراجة اشتري دراجة صغيرة، يعني خلينا نقول حجم 250 زين. بالمناسبة أنا أنصح اليوم إنه اعبر 18 سنة واشتري دراجة. أولا راح تخدمك بإجازة السوق، يعني ما يحق لك أنت بأي دول العالم ما يحق لك تشتري دراجة أو سيارة وأنت عمرك صغير أقل من 18 سنة، يعني سن القانون إحنا نسميه. دائما حاول تقنعهم إنه أنت شخص مسؤول، شخص كبير واعي تفتهم، تقدر تسيطر على قراراتك واختياراتك، يعني مو تبين لهم انه انت شخص طفل وإلا تريد هاي الحاجة. لا، قل لهم اول مرة ما رضوا وبعدين اجيهم بغير موضوع بغير طريقة، احكي لهم طريقة مثقفة، يعني مو تجي لا والله اليوم الا اشتري دراجة، لا هذا الشيء غلط صراحة. انا عن نفسي انا رجال كبير صراحة، يعني انا ترى عمري كبير يعني مو صغير، فاني مسؤول عن قراراتي. اليوم من اريد اشتري دراجة ما يعرضوني، ليش؟ لان اولا انا سياقتي كلش حلوة مرتبة يعني قانونية، دا شوفوني البس سيفتي. انت هسه اليوم من تريد تشتري دراجة شلون تقنعهم من الوسائل هم المهمة انه تبين لهم انه انت شخص تقدر تحافظ على نفسك. شلون تحافظ على نفسك؟ تقول لهم انا اشتري سيفتي كامل، مو بس اشتري الدراجة واطلع وهالامور هاي. يعني اولا جيب لهم قل لهم انا البس خوذة و البس درع صدر سواء كان جاكيت او كسارات، المهم فد شيء يحميك، وهذا الشيء هم راح يقنعهم انه تشتري دراجة. هلا قلنا انه لازم تشتري سيفتي، تعود نفسك على سيفتي وواقيات وهالامور هاي حتى يقتنعون قدر الامكان، تعرف شلون؟ ودائما تختار دراجه مو غاليه، اختار دراجه رخيصه، لان هم الاهل ليش يضوجون؟ احيانا يضوجون لان دراجه تكون غاليه زين، وانت بعدك شاب ومصاريف زين، فدائما اختار دراجه مناسبه. هاي واحدة. اثنين تقدر تقنعهم بطريقة انه انت مثلا اذا عندك مدرسة او كلية او جامعة، يعني هاي الكلية الجامعة نفس الشيء دارة، المهم تقلهم اوفر لي بالبنزين، توصلني بسرعة، ما تاخذ مني وقت زين، هاي كل الامور هم تفيدك. يعني راح يسوي نتاليك يو What a loose team! حلوة أجواء الحضر حلوة.
يعني هاي الشغلات الأساسية اللي تقدر بيها تقنع الأهل، دائما خلي نفسك شخص مسؤول مثل ما قلنا، حاول تبين لهم انه انت كبير مو صغير، يوتيوب موجود وكل شيء موجود، حاول تبحث عن تفاصيل الجير، تفاصيل الماكينة، شلون تسوق الدراجة بشكل انتظامي. طبعا انا ننزل فيديوهات شلون تتعلم سياقة، شلون تبدل جير، هاي الامور هم تفيدك صراحة. فانت لازم تبحث، يعني كون سايق قبل لا تشتري دراجة صراحة، كون سايق قبل لا تشتري دراجة. يعني مو انت ما تعرف سوق والله تجيب لك دراجة 600 ثاني يوم تروح تنقلب بيها وصير تشري. زين، خليك تفتهم، خليك واعي، خليك تعرف الدراجة شبيها ما بيها، تفاصيلها هواي، الدراجات هواي بيها تفاصيل ترى، يعني مو واحدة واثنين وثلاثة، ترى كلش هواي. نريد نصعد هنا نصور في المكان، طبعا كلش حلو شاط وهيجي، طبعا ما حد شايف النهر مال دجلة، بس نسأل الشرطي بلكت يخلينا. السلام عليكم. الله يساعدك عم، شلونك؟ زين، شلونك بعد؟ عندي تصوير هيجي لليوتيوب، اقدر اصعد الدراجة هنا؟ دراجة؟ اي ها، مشكور حبيبي. طبعا لازم ناخذ موافقة. طبعا هذا المنظر ذاك البلم. رحمن، انا حكيت لهم هواي عن شلون تقنع الاهل، مثلا شلون تسوي عندك شخصيه قويه، شلون تقدر تاخذ قراراتك، شلون ما تبين لهم انه انت شخص ضعيف وما عندك كلمه بالبيت، شلون انه ما تشتري دراجه كبيره راستين، وهاي الامور هاي بعد ايش عندك يعني؟ طبعا هو يعني قرار الاهل بالنسبه له، يعني مثل ما قال لهم مو يبغون الدراجه، يعني يخافون يعني يرد على سلامتك يعني. ثاني يكون يجيب لك دراجه يعني في 60 اول مره شويه. ايوه انا هم قلت هيك، لا وحتى لو يعني مثلا 250 مو قبل 600 و1000 هو تكون يعني الدراجه لا يسوي ازعاجات في البيت او بالمنطقه وهاي. شوي شوي مثل ما تقول العذبه تدرج ما الدراجه فد شيء يعني فد 600. لا هو يرد قبل 600 و1000. لا شلون يعني 600 والله. زين هو عمره 18 جوا ال 18 سنه ويريد يجيب له دراجه كبيره، ما ترهم؟ انا بدنا هسه اليوم كشخص اشوف روحي هذا العمر ما مو مال دراجه. كابتن انا بالنسبه لي اول ما جبت دراجه يعني جبت باندا يعني لو بها الاهل كنت عفوا اهم الجيران. يعني بس هذا الشيء مو صح ترى. طبعا بس يعني الجيران يعني مسافه يعني عشر بيوت ايش تقريبا، اطلعها مشي اوصل الشارع اشغلها واشيلها واكمل هاي وارجعها البيت شوي شوي لما المعطله. طبعا جو مغرب و طبعا هو لهنا حكينا كل شيء يخص شلون تقنع الاهل بصوره رئيسيه. تبقى الشغلات الخفيفه يعني انه حاول تاثر عليهم مرور الوقت. اكيد اول مره راح يرفضون، ثاني مره راح يرفضون، هي مشكله ازليه ترى، انه كاسه اي عائله موجوده بالعراق اكيد ما تقبل ابنها يشتري دراجه وخاصه بعمر صغير. فانت دائما لح بالمره الاولى، بالمره الثانيه جيب خوذه وهاي الامور هاي، قل لهم انا شخص مرتب اعرف اسوق، سيفتي كامل، حتى تبين لهم يعني انت على مودك حتى يقتنعون نسبه 50%. زين الافضل يعني اجيب تكون دراجه 60 يعني الافضل انه اجيب دراجه صغيره بالبدايه وتتعود، هم انت تعودهم انه انت تحب الدراجات. زين وبعدين تقدر تشتري بالتدريج او تقدر بعدين تشتري 600 واكثر، تبقى يمك انت، هاي الشغلات الاساسيه. طبعا هذا البلم السد الرئيسيه مال العماره،
ترى والله حلو شكله. هنصورهم من قريب. طبعا المنظر كلش حلو، وهاي السدة الرئيسية مال العمارة. يا سلام بنت صديق، يعني من زمن النظام السابق. صح، هذا ال جراج الطوابق. مو والله راح يسوونه الجراج بتاع الطوابق بقاع مال حديد وبشوفيات. بالجسر الاخضر اللي قدام، الجسر الجديد العفو. طبعا المنظر يخبل، شوفوا الاضواء. هذا شارع دجله الرئيسي مال العماره. لا ما يندلون، انا منصف لهم بالفلوقات. هذا الشارع هيك وللاخير. اليوم حضر، شوفوا كله مسدود، ما في سيارات نهائيا. يعني كم سياره هيك على مود شغله وهيك شيء طلعون. لهنا انا طبعا يخلص الفلوق، لانه هاي كل الموضوع. انتظرونا ان شاء الله الفيديوهات الجايه تكون حلوه، وهواي مواضيع والله، كل شوي مواضيع، بس الحظر وتعرفون الوضع ما يساعد يعني، فصبروا عليه شوي شوي انزل لكم ان شاء الله. يلا نشوفكم بخير. We'll be right back.